في احد المتابعين سالني، قال لي انا عمر كبير، لو قدمت لقطر او اي دوله خليجيه بيقبلوني؟ شوف علي، اولا واخيرا هي شغله رزقه. انا قدمت وانا عمري 39 سنه واخذوني، صدفت انه شغله كورونا وما كورونا وبدهم اي عدد باسرع وقت وصار النصيب. رقم اثنين، هم عاده بحبوا الشباب لانه انت ممرض، لو مريض وقع عن السرير او توقف قلبه بدهم ناس تركض بسرعه تساعد المريض. بنفس الوقت ما بدهم ناس بالخمسينات وبالستينات عندهم امراض مزمنه كل يوم اللي هم ياخذ اجازه، معي ديسك، معي ضغط، معي جلطه، لا بدهم شباب. رقم ثلاث، صعب انك تتعلم في سن كبير، بعد ما يصير عمرك 40-45 سنه يشتغل لك 20-25 سنه ما راح تقبل انه يجي واحد قد اولادك يعلمك الشغل. هون البوليسي بتختلف تماما عن الاردن والبروتوكول بيختلف تماما، كل المستشفيات بياخذ اعتماديه، فبدك تحفظ اشياء كثير وتتعلم اشياء جديده كثير. النقطه اللي بعديها، في ناس كثير ما بيحبوا انه يكون في بلده سوبرفايزر او هيد نيرس او ميترون ويجي هون يرجع جونيور من اول وجديد. تخيل واحد عمره 45 سنه اجدد واحد بالقسم والكل بعلم فيه. واهم نقطه الراتب، انت لما يكون عمرك 40-45 سنه معناته عندك 4-5 اولاد، هون اذا كان عندك 3 اولاد ما بتوفي معك، بينما لو عمرك 23 مثلا بتكون عزابه، لو صرفت نص الراتب حوشت نصه بتعيش ملك. الخلاصه قدم ولا تياس، واللي فيه الخير بقدمه ربنا.